تيدير فيديوهات بزاف 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 في انستغرام وتيك توك. سيد الله يعطيه الصحة. Je l'ai arrobasé, d'accord? Parce qu'il a fait une vidéo, allez voir sa vidéo, c'est un truc de fou. Et moi, je réponds à sa vidéo. J'en ai des frissons quand je parle. J'en ai des frissons dans tout mon corps quand je parle du Maroc. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le Maroc, il est fier de son pays. Le Marocain, il donnerait plus que ce qu'il a, il donnerait à n'importe qui. Parce que dans son cœur, dans son âme, dans ses gènes, le Marocain, il est solidaire. Il peut donner énormément de choses, le Marocain. Quand tu crèves un pneu sur le bord de l'autoroute, t'as un rebeu qui s'arrête. Cherche pas. C'est un Marocain, frère, qui vient s'arrêter pour pousser ta voiture, pour t'aider à redémarrer. Moi, j'ai des frissons quand je parle du Maroc. Franchement, j'ai des frissons quand je parle du Maroc. Parce que le Marocain, il a une mentalité de malade. Il a une mentalité de ouf. Franchement, il déchire de ouf, les Marocains. Alors, je compte sur vous, les Marocains, d'aller voir mon pote, là, et lui expliquer que le Maroc, je te jure, je l'ai là, dans le cœur, vraiment. Quand j'en parle, j'en ai des frissons. Soyez fiers de votre pays, les Marocains, comme vous faites à chaque fois. Et je vous dis, les Occidentaux, tous les pays occidentaux d'Europe, ils ont besoin de reprendre et de prendre exemple sur vous parce que vous êtes, mashallah, vous êtes une dinguerie, les Marocains. Dima Maghreb. Dima, tu commences la vidéo, tu dis Dima Maghreb. وتانا ديما مغرب ولكن مازال ما كملتش الفيديو باقي بين نزيدكم واحد اللقطات خفاف نزيدكم. المهم هذا السيد هذا ما عندي ما نقول عليه فيديوهاتو كتا موجودين في تيك توك وفي انستغرام انه ديما تيهضر على المغرب ديما حيت هو تيحماق على المغرب عادي. الحمد لله المغرب اونيك كما كان تيحاول يوصل جاني ما وصلهاش. المغرب والمغاربه يلسون اونيك المغاربة الحمد لله ما كاينش بحالنا. تهضر في العقلية وفي الطبيعة. تهضرش انا في حنا حسن ولا ما حسن. حنا ما تنهضرو ما تنقارنو راسنا بالتحت. حنا تنقول لك المغاربة اونيك ما كاينش بحالنا في العالم. ما تنهضر لا في صناعة لا في تجارة لا تنهضر في الطبيعة المغربية والعقلية المغربية. عقلية الملوك الحمد لله وتربية الملوك كدايرين حنايا. والحمد لله الدين الاسلامي والشريعة الاسلامية تزيد ترفعنا وتزيد تكمل تزيدنا عزة الحمد لله. وكما قال لنا الله ديما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والحمد لله المغرب فيه أمير المؤمنين وحنا كلنا مؤمنين. الله يعز ديما المغرب. ما هي أكبر جالية متواجدة في المغرب؟ المركز العاشر الجالية العراقية ب 2034 شخص. نصوم مغنيين. المركز التاسع الجالية الأمريكية ب 2006. هادو كاينين في السفارة الأمريكية وشي واحدين أخرين جاو. قولي شي 1000 1046 في السفارة الأمريكية و1000 أخرى تيجيو تيحماقوا على المغرب تيستقروا صافي ما عندهم باقي فين يمشيو. 42 شخص. المركز الثامن الجالية المصرية ب 2052. مصر المصريين كتعرف المغرب كاين اللي تيجي سياحة وما باغيش تيمشي كاين اللي تيجي خدمة. كاينين المشاريع بزاف نتاع المصريين هنا سيغتو بلايص الماكلة وشحال من حاجة. المصريين والسوريين بزاف أصحاب الماكلة. اللبنانيين تاهما كاينين كتار ولكن حنا نكملوا الليستة. 50 شخص. المركز السابع الجالية الكونغولية ب 2058 شخص. كونغو كاينين بزاف تيخدموا في كازا بزاف المجالات. المركز السادس الجالية الإيطالية ب 2087 شخص. إيه لا المركز السادس الطليان موجود عندنا في المغرب شخص. المركز الخامس الجالية السورية ب 1000. هادو تا هما أغلبيتهم تيكونوا أصحاب المطاعم. كاين المطاعم بزاف السوريين في المغرب سواء مصريين سواء سوريين تيديروا يستعملوا مطاعم بزاف. 2190 شخص. المركز الرابع الجالية التونسية ب 2700 شخص. المركز الثالث الجالية الإسبانية ب كاين الصبليون بزاف تيخدموا تيجيبوا المشاريع تيخدموا 4400 شخص. المركز الثاني شوف هو المركز الثاني اش فيه هذه صدمه. الخيرية زعما الجيريا الجالية الجزائرية ب 15000 شخص. شوفوا شحال من جزائري جالسين معززين مكرمين في المغرب.
صعيب صعيب ترد المعروف وترد الجميل. ايوا ما صعيبش، صعيب هي عند شي ناس 16000 واحد. هو عزازي المكرمي وعمر شي واحد ما قال لهم شي حاجه ولا خرجهم ولا قال لهم كلمات لعب فوق راسنا. حنا نرحبوا سميتو بالاجنبي اللي ما تيهضر لا لغتنا لا عنده نفس الدين ديالنا لا والو، ككرم كضيف تنكرموه. وساعات الناس اللي نفس اللغه ونفس الدين نورمالمون نفس الدين لا اله الا الله بيان سور، بقى فرنسا هي الجاليه الاولى حاجه طبيعيه. جاءت اولا الجاليه الفرنسيه كاكبر جاليه مقيمه في المغرب ب 37 ألف واحد. فرنسا ويا من لما راه فرنسا راه بزاف بزاف دايرين الشركات دايرين تياخذوا الاراضي تيستثمروا تيديروا مشاريع. فرنسا كاينه كثير عندنا، كاينه كثير فرنسا تبارك الله فيها. داكشي علاش كنت قلت لكم شحال هادي ان اللغه الفرنسيه صعيبه انها تحيد، باسكو حنا خدامين مع فرنسا بزاف، ماشي تحيد بلوتو زعما تولي هي الثالثه. امي وا شوفوا 37000 واحد خدامين دايرين مشاريع شركات هنا في المغرب، وتتلاقى معهم في اي لحظه تيكونوا اساتذه تيجيو بيان سور حتى هما سياحه وتيجلسوا تيستقروا. يعني هادشي كامل اللغه الفرنسيه خصها تكون عندنا ضروري. يعني تنصح الشباب ديالنا اللي بغاو لونجلي هي الاولى، ما معنيتهاش بالعكس، لونجلي خصها تكون ولكن حتى الفرنسي خصها تكون، واللي عنده ما يزيد يزيد الاسبانيونيه حتى هي، حيت هاد ثلاث اللغات غادي يفتحوا بيبان كبار. ما يسر الجميع ألف شخص. وهنا غادي نساليو الفيديو ديالنا مع هاد الفيديو الاخراني، طولت عليكم عاود تاني، ولكن هاد الفيديو الاخراني حتى هو مؤرخ، مؤرخ ماشي شي واحد جا وتيرقع، مؤرخ تيهضر على عن المغرب. السلام عليكم، خليناكم على خير، شكرا بزاف على التفاعلات ديالكم المره بزاف اللي قلتها، شكرا عاود تاني، خليكم مع الفيديو. المغرب، انا كتبت التاريخ الاسلامي، كتبت موسوعه التاريخ الاسلامي، فوجدت شيء غريب يتعلق بالمغرب، ان المغرب كان دائما له استقلاليته، المغرب ما كان يتبع المشرق. استقلاليتكم هذه جميله وانتم تتفردوا باشياء كثيره. انا ايضا لاحظت الحقيقه ملاحظات يعني اخرى، وهو ان المغرب قاعد يتطور تطور ممتاز الحقيقه. اخذوني في الزياره الماضيه الى طنجه ومرينا على مصانع السيارات، شيء بديع يعني. البلد قاعد يتقدم وقاعد ينهض وفي انجازات واضحه. لا تصير عينكم سوداويه تنظروا فقط الى السلبي. النتيجه النهائيه ان المغرب له تميزه، له استقلاليته، له اثره، لكن عندكم نقص في التسويق. يعني الانجازات التي وصل اليها المغرب معظم العالم العربي ما يعرفها ولا سمع فيها. العلماء اللي عندكم والعمق اللي عندهم وكتبكم ما شاء الله الرائعه، معظم حتى طلبة العلم عندنا ما سمعوا فيها اصلا. كما سمعتوا عندنا استقلاليه وعندنا كما قلت لكم حنا يونيك الحمد لله المغاربه، كاينش بحالنا في العالم. حنا طبيعتنا ولا كحنا كمغاربه حنا بوحدنا، داكشي الحمد لله كلشي تيحبنا بوحدنا بطريقه زوينه ماشي بطريقه خايبه بيان سور. وما ماشي هادشي ماشي تفاخر اسميتو، لا حنا هادشي عادي تنعترفوا به اننا ما كاينش بحالنا، كاينش بحال الطبيعه المغربيه في العالم. هي هو النقطة اللي بغينا نهضروا عليها، على الكتب ديالنا والتاريخ ديالنا، وهذا ما تنسوقوش ليه، ما تنسوقوش ليه. بزاف الناس في العالم العربي ما مشيو كاع في الغرب ما تيعرفوش، الا اللي جلس بحال الناس المؤرخين واللي جلسوا للتاريخ وجلسوا لكل شيء، هما اللي تيجيو تيهضروا على سميتو. حيت حنا ماشي ما تنعطيوش قيمه، ولكن ما تنسوقوش هذاك، حيت حنا ما تنبغيوش. انا تيبان ليا السبب هو اننا ما تنبغيوش نتفاخروا الحمد لله، تنبغيو تنخليو ماشي تنبغيو تنخليو الناس يهضروا علينا، وحنا ما تنبغيوش نتفاخروا باش ما نتسماوش اننا، حيت ذاك التفاخر بعض المرات تيخرج على بنادم. دونك حنا طبيعتنا هكاك تنخدموا في صمت، نطوروا راسنا ونزيدوا لقدام بدون اننا نتفخروا على الناس. الحمد لله هذه لقطه زوينه فينا، والله يهز ديمان المغرب. وعلى هذه اللقطه هذه تقلت لكم بسلامه، نعاود نقولها لكم دابا ونخليكم مع الفيديو صافي. المره الاولى ما داش المهم باش تعاودوا على خاطركم. بسلامه.
المغرب أنا كتبت التاريخ الإسلامي، كتبت موسوعة التاريخ الإسلامي، فوجدت شيء غريب يتعلق بالمغرب، أن المغرب كان دائما له استقلاليته. المغرب ما كان يتبع المشرق. استقلاليتكم هذه جميلة وأنتم تتفرجوا بأشياء كثيرة. أنا أيضا لاحظت الحقيقة ملاحظات يعني أخرى، وهو أن المغرب قاعد يتطور تطور ممتاز الحقيقة. أخذوني في الزيارة الماضية إلى طنجة ومرينا على مصانع السيارات، شيء بديع يعني. البلد قاعد يتقدم وقاعد ينهض وفي إنجازات واضحة. لا تصير عينكم سوداوية تنظروا فقط إلى السلبي. النتيجة النهائية أن المغرب له تميزه، له استقلاليته، له أثره، لكن عندكم نقص في التسويق. يعني الإنجازات التي وصل إليها المغرب معظم العالم العربي ما يعرفها ولا سمع فيها. العلماء اللي عندكم والعمق اللي عندهم وكتبكم ما شاء الله الرائعة، معظم حتى طلبة العلم عندنا ما سمعوا فيها أصلا. فأرجو أن تهتموا بالإعلام.